في هذه الحضرة النورانية الربانية النبوية يجلس معنا من حباه الله سبحانه وعز وجل فجمع له بين الزاوية والجامع، جامع الجزائر العظيمة. هذه الجوهرة، جوهرة الجزائر، تطل على البحار لتبلغ رسالة في الجزائر وإلى خارج الجزائر، في مكان هو على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المحمدي. بكل الفخر والاعتزاز أن يكون أول عميد لجامع الجزائر في جزائر الشهداء شيخنا المأمون القاسمي، وهذه ميزة خصه الله بها، وهو الذي يدرك تماما ما معنى أن تؤدى الوظيفة في الزاوية، وما معنى أن يسير الجامع بروح من يسير مشيخ الزاوية. بكل الفرح والسرور والبركة نستقبل عميد جامع الجزائر الشيخ المأمون القاسمي يلقي علينا كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل. شكر الله له. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسائر صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة الأحبة، أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة أود أن أوضح بعد أن استمعت إلى كلمة الرحيم في بداية هذا الحفل الكريم، أن أقول إنني هنا في هذا المقام، في هذه الرحاب المباركة، لا أعد نفسي ضيفا، ولكنني أعد نفسي بين أهلي، أنا منهم وإليهم، وأحضر هذا الحفل المبارك في هذه الصفة، بصفتي خادما للعلم في هذه البحار، في هذه المعاقل الإيمانية، في هذه القلاع القرآنية. نحن اليوم نشهد حفلا متميزا، هو يوم مشهود في اليوم الأصغر، اليوم الأغر، وفي الشهر الأنور.
احمد الله على ما وفق اليه، على ما يسره، على ما اعان عليه. ونحن ايها الاخوه الاحبه نشهد هذه النهضه القرانيه المباركه. اتذكر اياما مضت بل عقودا تعاقبت وعلى وجه الخصوص قبل نحو ثلث قرن، يوم كنا نبحث عن من تسند إليهم رسالة التعليم القرآني ويوظفون في هذا السلك بعد اعتماده وبعد مدة وتحر جمعت من الولايات أعداد من هؤلاء الذين توفرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون، وما وجدنا من حملة القرآن المؤهلين لخدمة رسالة القرآن إلا أولئك الذين تخرجوا من مثل هذه المنارات القرآنية. ما وجدنا هؤلاء إلا من طلبة الزوايا حيث كان للزوايا وجود، وما وجدنا القرآن حاضرا وأهل القرآن وحملة رسالة القرآن إلا في المواقع التي كان للزوايا فيها حضور وكان لها وجود. كان ذلك في بداية الثمانينيات، ولا سيما سنة 83 و84. وأذكر في عام 87 من القرن الماضي وفي ملتقى الفكر الإسلامي الذي انعقد في معسكر في موضوع الحياة الروحية في الإسلام، وجمع صفوة من علماء الأمة من خارج الوطن ومن داخله، وكان من الحضور شيوخ أفاضل، وكان من صفوتهم الشيخ سيدي محمد بن قايم رحمه الله. في ذلك الملتقى كانت لنا فرصة للحديث في هذا الموضوع الذي كان يشغلنا، وكيف ينبغي أن ننهض بالتعليم القرآني، وكيف ينبغي أن نحيي رسالة الزوايا التي تعطلت لأسباب تاريخية ولا سيما خلال ثورات التحرير، وكيف أيضا ندعو بقية الزوايا التي لم يكن في منهجها وفي نظامها التعليم القرآني. كانت بداية عندما حلت سنة 89، وكان ذلك العام هو الذي شهد تأسيس الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية، فضمننا وثيقتها التأسيسية وبرنامجها التمهيدي الدعوة إلى أن تكون جميع الزوايا التابعة لمختلف الطرائق أن تجعل في برنامجها أساسا تعليم القرآن الكريم، مما دعونا إليه وعملنا فيما بعد من أجل تحقيقه، أن يكون التعليم تعليم القرآن الكريم القدر المشترك في جميع الزوايا،
مع إضاء تعليم الإسلامي التقليدي، وتتفاوت الزوايا في مناهجها وفي مستوياتها. ومما كنا وما زلنا ندعو إليه، وهو ما كان يجري به العمل منذ الماضي البعيد، أن يكون هذا التنسيق والتكامل بين الزوايا بحيث يتدرج الطلبة وينتقلون ويتنقلون من زاوية إلى أخرى حتى يستكملوا تحصيلهم العلمي كما كان الشأن في الماضي كما قلت. بعد هذا كانت لي بحمد الله تعالى فرصة لزيارة عدد من الزوايا، ومنها زيارة الشيخ سيدي محمد بن قايد رحمه الله مع بقية إخوانه في الشرق وفي الجنوب فضلاً عن الوسط والغرب. أقول هذا أيها الإخوان لأذكر الحاضرين بما كانت عليه الحال قبل نحو 3 عقود، عندما أراد الله سبحانه وتعالى، والله جعل لكل شيء قدرا ولكل أجل كتابا، عندما قدر الله الرجال، عندما كانت الأسباب وكان التوفيق من الله وتوحدت الجهود وتكاملت، أصبحنا نشهد عاما بعد آخر قيام مثل هذه المنارات القرآنية. ومن أسعد ما أسعدنا هو قيام ذلك الصرح الذي أسس في مدينة الوهران زاوية الشيخ سيدي محمد بن قايد رحمه الله. أذكر أني عدته في مرضه قبل وفاته بأشهر قليلة رحمه الله. زرته في بيت سكره في سيدي معروف، وعلى الرغم مما كان يعانيه فقد حرص على أن يكون ذلك اللقاء، وكان لقاء ربانيا. كنت أشفق عليه وهو يتحدث عن ذكرياته ويتحدث عن هذه الرابطة الروحية والعلاقة الأخوية التي جمعته بالوالد الشيخ سيدي مصطفى رحمه الله أجمعين. في يومها سألني هل زرت المشروع القائم في سيدي معروف؟ قلت إنني وقد حللت بوران بدأت أول ما بدأت بهذه الزيارة التي أسعد بها الآن. فقال لي أحبك أن تقف وأن تشاهد هذا المشروع وأن تشاهد خاصة هذه القبة، القبة الخضراء، وتحدثنا عن القبة الخضراء وصاحب القبة الخضراء عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله في سنوات تعاقبت أصبح هذا الصرح يشع بأنوار القرآن، وتتبعه منارات قرآنية فروع مباركات في جهات من الوطن، كما هو الحاصل في زوايا وجهات أخرى. هي اليوم تتكامل وهي تسعى لتوحيد هذه الجهود وتنسيقها. نحن نقول دائما ونذكر بأن رسالتنا واحدة، رسالتنا مشتركة، وإن تعددت هذه الزوايا وإن تعددت هذه الطرق وإن تنوعت وتعددت أفكارها وأورادها وقد تختلف مناهجها، ولكنها في الأصل واحدة، ولكنها في الحقيقة اتحدت كما قال
العالم الرباني الشيخ طه بن عبيدي رحمه الله، وقد نظم منظومة في أن هذه الطرق المباركة كلها واحدة، وقال فيها مما قال: وهي وإن تعددت أذكارها واختلفت ففي الحقيقة اتحدت، وأصلها مرتبة الإحسان أن تعبد الله على العيان، إن لم تكن تراه إنه يراك، فاعمل على الإخلاص واحذر ما وراك. رسالتنا كما نقول عنها وكما خدمها أسلافنا الصالحون وكما هي حقيقتنا اليوم وتبقى بإذن الله تعالى على تعاقب الأجيال وعلى مر العصور، رسالة ربانية مصادرها ربانية غايتها ربانية. وفي بلادنا هذه التي نعيش فيها، في وطننا الجزائر التي اهتدت بالقرآن وأحياها الله بالقرآن وتبقى بإذن الله تعالى قائمة وحية ومتوحدة وموحدة بالقرآن، نقول عن هذه الرسالة إنها تمتزج فيها الروح الدينية الإسلامية بالروح الوطنية. أقول أيها الإخوان، ونحن نشهد هذا اليوم ونرى هذه الوجوه التي اجتمعت فرحة بفضل الله وبرحمته، فرحة بالقرآن وأهل القرآن، فرحة بافتتاح هذه المنارة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم إمارتها بالقرآن وبأهل القرآن، أن يديم إمارتها بهداية القرآن، تغذي القلوب بغذاء القرآن وتصلح النفوس بهداية الإيمان. نحمد الله، نهنئ أنفسنا، نهنئ الجزائر كلها بهذا الإنجاز، بهذا المكسب، ونهنئها بهذه النهضة القرآنية. لا شك أن في الحاضرين كثيرا ممن واكبوا معنا هذه المسيرة وعشنا جميعا هذه السنوات التي خلت، وفينا من كان أيضا له الفضل في الدفع بهذه الرسالة والرقي بهذا العمل، هذا العمل الهادف إلى تحقيق هذا المشروع القرآني المتكامل الذي أردناه أن يكون منسجما متكاملا ينهض برسالة المسجد ويعيد إلى المسجد وظائفه بمختلف شعبها وتنوعها وتعددها. يحضر معنا، وأنا قد حييت الجميع كل بمقامه، حييتكم جميعا، حييت هؤلاء الأخيار من صفة العلماء الذين ازدان بهم هذا المجلس، ولتسمحوا لي أن أخص واحدا منهم لأنه كان من صانعي هذه النهضة القرآنية، ألا وهو الشيخ أبو عبد الله غلام الله، وقد عشنا وإياه كما عاشت الجزائر هذه النهضة، وعشنا جميعا هذه الأسابيع القرآنية التي أسست في الجزائر وتعاقبت مع الأعوام، وأصبحنا نشهد فيها
وخلالها هذه المسابقات القرآنية التي كان من ثمرتها العشرات بل المئات من حملة القرآن الكريم الذين يشاركون في مسابقات دولية ويتبوؤون درجات ويأخذون في كثير من الأحيان المراتب الأولى. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. نحمد الله على فضله وإحسانه، نحمد الله على توفيقه وامتنانه، ونسأل الله أن يزيدنا وأن يزيد الجزائر من فضله وإحسانه، وأن يديم عليها إن شاء الله نعمة الأمن والاستقرار، أن يحفظ لنا، أن يحفظ لبلادنا وحدتها وأمنها، وأن يحيينا بالقرآن، أن يحيينا على الإسلام، أن يحيينا بالإسلام، وأن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يتوفانا عليه راضين مرضيين. فاللهم اجزي عنا كل من سعى وكل من أعان وكل من عمر وكل من يعمر هذه المنارات القرآنية. نسأل الله أن يجعلها في موازين أعمالهم، في موازين حسناتهم. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ سيدي محمد بن قايد رحمه الله الذي تحمل هذه المدرسة اسمه الشريف. نسأل الله لأخينا الفاضل الشيخ سيدي محمد عبد اللطيف، نسأل الله له شفاء عاجلة، أن يكسوه الله رداء العافية، وأن يتم عليه نعمة العافية، وأن يحفظ الجمع هذا كله، ويمن عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفلق جمعنا إلا بذنب مغفور، سعي مشكور، وعمل صالح متقبل مبرور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الخير، تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والهم والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.